المتابعين بمعرض جنيف الدولي العام 2019 احتفلوا اودي بمرور 10 سنوات على محرك الفي 10 تبعهم. كرمال هيك عملوا نسخه خاصه من اودي الار 8 سموها ديسانيوم بالعام 2020 رح تنزل. فعلا السياره ما في تغيير جذري ولكن تغيير الذكرى اكثر لهذه العشر سنين زي ما ذكرت. في البادجز اللي محطوطه اللي بتقول ديسانيوم، في كمان تركيبه الوان واسامي لالوان جديده منها الكامورا جراي، اسكاري بلو، ميثس بلاك، فلورست سيلفر وسوزوكا جراي. كمان الصدام الامامي بلون مختلف وكمان السبيتر بلون مختلف، يعني هي اكثر ذكرى زي ما حضرتك تفضلت، يعني كباور او كتأدية بعدها هي ذاتها. طيب انا عندي سؤال، كلنا بنعرف نحن انه هالمحرك الفي 10 اللي اخذوه اودي على ار 8 جاي من لامبورغيني، لانه لامبورغيني صارت لمجموعه فولكسواجن. مزبوط. شو هو الاحتفال الخاص؟ يعني انت برايك انه مش لازم كان على القليله ينعمل له تعديل خاص لهالمحرك هيدا حتى تاخذ باور زياده عن ما انت بتاخذ؟ حتى نقول احنا انه انعمل نكهه خاصه فيها الان. هي هذه هتكون كولكترز، يعني للناس اللي بيحبوا يجمعوا السيارات سبيشال اديشن اكثر. بالضبط. اضافه للاحتفال 10 سنين الديسانيوم، كمان كان في عجقة كتير كبيرة على الكيو 4 إيترون، وهون كمان فينا نستشف إذا بدكم لوين كمان رايحة أودي مثل بقية الصانعين. أخبار فعلا بهالحلقة كانت مشوقة وكان كل التوجه كهرباء.